ما شاء الله هذا الخرفان كله نعيمي ثامن 950. كم اعمار طال عمرك؟ يقول رجال عمار يقول منهم ثلاثة اعمار تقريبا 6 شهور. الله يزود ليبارك له ما شاء الله تبارك الله. نعيمي رخ خرفان كله ما شاء الله كلهم خرفان ثامن يبغى 1100. كم اعمار طال عمرك؟ عمار من 3 شهور فوق يقول الله يوفقه ويرزقه ما شاء الله. كله خرفان نعيمي ثامن 1050 ما شاء الله كله جدعان الله يوفقه ما شاء الله يرزقه ما شاء الله تبارك الله. يا مضاريع ثامن 910 نعيمي الله يبارك له والخروف ثامن 1600 ريال الله يبارك له ويزود له ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الخرفان ما شاء الله نعيمي كله جذعان ثامن 1090 الله يبارك له يوفقه ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا كله خرفان نعيمي ثامن 960 ما شاء الله تبارك الله. عماره من كم؟ من 4 فوق ما شاء الله تبارك الله يبارك لك يا امين. نعيمي خرفان مع الرحلتين ثامن 1040 كم عماره تقريبا؟ من 3.5 إلى 4 شهور الله يبارك لهم ويزود لهم ما شاء الله تبارك الله الله يوفقهم ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذول خروفين ورخلي يقول واحد مهجن ساكني نعيم ها يسامن كم طال عمرك؟ 150 عمار تقريبا تقريبا من 5 شهور وفوق الله يبارك له ويرزقه ما شاء الله تبارك الله الله يوفقنا وياه ويزود له ما شاء الله تبارك الله. نعيمي ما شاء الله كله خرفان ثامن 920 كم اعماره تقريبا؟ نعيمي من 5 شهور 6 شهور اقول اعماره تقريبا من 5 شهور 6 شهور النعيمي ها؟ والثنيات مهجن؟ الهجين 4 شهور الهجين يقول حدود 4 شهور معه الله يبارك له ما شاء الله ويزود له ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذا كله نعيم خرفان ورخال يسامن الخرفان على 980 كله سوى سوى الخرفان ورخال يسامن 980 كم عمار تقريبا اخوي؟ والله من 3 شهور من 3 شهور الى 4 شهور الله يوفقك يا رب. كله رخال جذيعات يسامن 930 الله يبارك له ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله نعيمي كله خرفان يسام 890 يسام 890 كله خرفان ما شاء الله جدعان ذول يا جدعان صح؟ تقول جدعان جدعان يسام 890 كله خرفان ما شاء الله الله يوفقه ويرزقه ما شاء الله. هذه كلها رخال نعيمي يسام 850 اعمار من 5 شهور وفوق الله يبارك له ويرزقه ما شاء الله يزود له ما شاء الله تبارك الله. هذا كله خرفان نعيمي ما شاء الله جدعان ثامن 1300 عدد كم طال عمرك؟ 10 عدد 10 الله يزودك ويبارك لك ان شاء الله طال خير لك فيك شرهم ما شاء الله تبارك الله. هذا كله خرفان ثامن 1060 وش اعمار جدعان؟ جدعان خرفان ما شاء الله يبارك لك ويرزقه ما شاء الله تبارك الله ثامن الله يجيب لك يفتح بابك ان شاء الله 1060 جذعان خرفان نعيمي الله جذعات ارخال 1104 ارخال نعم انا معي سيارتين ايه بعت واحده ب 150 الله يبارك لك يا امين وهذه تسام ب 140 تسام 1040 1140 هالشيء زايد الايام الله يفرح قلوبكم كذا امين والله اتمنى أيوة. هذا اي والله نسعد اذا كان يعني هذا انا بايع قبل 3 أيام خرفان هنا على 1510 يعني انت شايف الفرق في زياده اي نعم السوق بطلوع ما هو بقليل. الله يوفقكم ويبارك لكم ويسعدكم دنيا واخره امين كنا احنا 1140 جذعات ها؟ إيه ان شاء الله تبارك الله. سيارتين واحدة بعتها 150 صافي وهذه تسام 140 الله يوفقكم يفرح قلوبكم دايم. نعيم خرفين ورخلين سامن على 1000 170 كم اعماره طال عمرك؟ الخرفان 6 شهور والرخال ادون شهور. الخرفان 6 شهور والرخال يقول ادون من 5 شهور وفوق الله يبارك له ويرزقه ما شاء الله. أيوة. الله هذا
ألف حلسام 1400 ريال ما شاء الله، الله يبارك له. الخرفان ما شاء الله مع الرقلتين سامي 910، أعمارهن أقل من 5 شهور يمكن.